تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإذاعي صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي، وبالمشاركة مع مستشفى الزهرة ليكون نافذة مفتوحة على مؤسسات المجتمع وأفراده وساحة تفاعل ما بين جمهور المتعاملين مع طموحات الهيئة وتطلعاتها. نطرح في هذا البرنامج مستمعين مختلف المواضيع الصحية والطبية التي تشغل بال الجميع، فهذه أطيب التحيات مني محدثكم محمود يوسف العلي، ومن الإخراج معنا الأستاذ خالد محمد، وفي التنسيق الأخت أشواق، وفي الإعداد هذه تحيات فريق قسم الإعلام بإدارة التسويق والاتصال المؤسسي في هيئة الصحة في دبي. مستمعينا مثل ما عودناكم دائما يعني اليوم نبتدي بأهم الأخبار التي طالعتنا بها الصحف المحلية وأيضا وكالات الأنباء العالمية، لكن قبل ذلك أنتم متعودين مع إشراقة كل صباح يوم أحد في بداية هذا الأسبوع يعني يطل عليكم ملحق البيان الصحي الذي يصدر بالتعاون ما بين هيئة الصحة بدبي وصحيفة البيان. في هذا الملحق مجموعة من الأخبار المهمة اللي ما نستعرض يعني بعض أهمها، لكن أيضا مع إشراقة هذا الصباح نحن كذلك على موعد مهم جدا من داخل مركز دبي التجاري العالمي الذي سيشهد بعد قليل بإذن الله إطلاق مشروع دبي وجهة عالمية للسياحة العلاجية، ونحن بنحاول أن ننتقل إلى المركز التجاري للوقوف معكم أعزائي المستمعين على تفاصيل هذا الحدث. فاليوم حلقتنا يعني جميلة جدا وفيها العديد من الأخبار. طيب أنا قبل ما أبلش في أخبار البيان الصحي أبغي أقرأ لكم هذا الخبر، أن وزارة الصحة تحذر من 3 مكملات غذائية يروج لها كمستحضرات طبيعية، حيث حذرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الجمهور من استخدام 3 مكملات غذائية يروج لها مثل ما قلنا كمستحضرات طبيعية تحمل مسميات VIP والبايو هيربس رويال كينغ هاني ويوث رويال هاني ورويال هاني، كونها تحتوي على مادة غير معلن عنها هي التادالافيل التي تسبب انخفاض حاد في ضغط الدم قد يصل إلى مستوى خطير ويمكن أن يشكل خطرا كبيرا على المرضى المصابين بأمراض القلب السكري أو ارتفاع في نسبة الدهون، وخاصة الذين يتناولون أدوية تحتوي على النترات. طبعا في هذا الصدد أصدرت الوزارة تعميما على هذه المنتجات 3 بعد أن تم تحليلها في مختبر ضبط جودة النوعية والأبحاث للمنتجات الطبية التابعة لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، والتي يروج لها كمستحضرات طبيعية تستخدم كمكمل غذائي بعد أن تبين احتوائها على مواد غير معلن عنها. فديروا بالكم اللي عنده مثل هذه المستحضرات اللي أنا ذكرتها يدير باله من هذه المستحضرات، لأن خلاص تم الإعلان بشكل رسمي أنها قد تضر بصحة الإنسان. نعود إلى البيان الصحي. في البيان الصحي يقولون رعاية صحية وفق أرقى المستويات لزوار دبي. يوفر مشروع الضمان الصحي المزمع تطبيق قريبا لزوار دبي رعاية صحية وفق أعلى مستوى في الحالات الطارئة، حيث سيحصل كل شخص يزور الإمارة على وثيقة تأمين صحي توفر له الرعاية الصحية خلال زيارته للإمارة. وتعمل هيئة الصحة على وضع اللمسات الأخيرة على موضوع التأمين الصحي لكافة المواطنين والمقيمين في الإمارة، والذي سيسهم في إسعاد الناس وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والصحي لهم.
وسيسهم الضمان الصحي في توفير الرعاية الطبية المتميزة لجميع المشمولين بالقانون، وبالتالي زيادة الإنتاجية وتعزيز مكانة الدولة عالميا في الحفاظ على حقوق العمال حسب المعاهدات الدولية، وبناء منظومة صحية عالمية المستوى مرنة ومستدامة ماليا دون استنزاف الميزانية الحكومية، وتنمية الاقتصاد الصحي وتشجيع الاستثمار والسياحة العلاجية، واتباع أفضل الممارسات العالمية واستقطاب أفضل الخبرات الطبية للإمارة، وتقديم أفضل الخدمات الصحية للإماراتيين في القطاعين الحكومي والخاص. وسيكون التأمين الصحي لزاما على الشركات والهيئات والمؤسسات العاملة في الإمارة، وسيتم ربطه بالإقامة، بحيث لن يتم إصدار إقامة لأي شخص في الإمارة إلا بتقديم ما يضمن اشتراكه في التأمين الصحي، وسيحصل المواطنون على بطاقة موحدة توفر لهم العلاج في المستشفيات الحكومية والخاصة. في خبر آخر، أدوية ضغط الدم تحد من النوبات القلبية، حيث أفادت دراسة بريطانية حديثة بأن المصابين بارتفاع ضغط الدم والمعرضين بشكل ما للإصابة بمرض القلب يمكنهم خفض خطر الإصابة بالجلطات والنوبات القلبية 40% بتناول دواء لضغط الدم مع آخر لخفض نسبة الكوليسترول. وقال الباحثون أن نتائج هذه الدراسة ربما تدفع المزيد من الأطباء إلى إضافة دواء خفض الكوليسترول مع دواء علاج ارتفاع ضغط الدم للمرضى الذين لم يصابوا من قبل بجلطة أو أزمة قلبية. طبعا مستشفى حتى يعزز الأنماط الصحية في المجتمع. هذا الخبر يقول أن ينظم مستشفى حتى خلال الشهر الجاري مسابقة توعوية لطلاب مدارس المرحلة الثانوية في كل من حتى ومصفوط ومزيرع للبحث عن أفكار جديدة للتوعية وتعزيز طاقات الشباب الإبداعية، وذلك تماشيا مع خطة هيئة الصحة في دبي المتمثلة في زيادة الوعي بالأمراض وتعزيز الوعي بالأنماط الصحية لتجنيب الأجيال القادمة أمراض العصر. وستتيح الفرصة للشباب تقديم أفكارهم الإبداعية من خلال المشاركة في البروشورات التوعوية أو العمل المسرحي أو المجسمات أو أي فكرة أخرى تكون جاذبة للمجتمع لتحسين المعرفة والمواقف والمعتقدات التي تؤدي إلى سلوك صحي عن التغذية الصحية والنشاط البدني ومكافحة الأمراض وتحسين الصحة النفسية والمشاكل الصحية الأخرى التي يحددها الشركاء بناء على تقييم احتياجاتهم. طبعا مستمعينا، نحن مثل ما وعدناكم أن نحن بتكون لنا وقفة جميلة مع دبي، وجهة عالمية للسياحة العلاجية، لكن عندنا أيضا فقرة تثقيفية عن فقر الدم، ما نسمعها، ما نطلع فاصل بعد الفقرة هذه وما نرجع لكم إن شاء الله لتسليط الضوء على هذا الحدث العالمي الذي سوف نشهده إن شاء الله قريبا، وهو إطلاق مشروع دبي وجهة عالمية للسياحة العلاجية. فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. فيلر أو الفاصل التوعوي ثم فاصل تجاري ونعود إليكم. شو يا سعيد؟ وجهك كتير مصفر. ها؟ انت منك بحاجة لطبيب تجميل، انت بحاجة لطبيب صحة عامة. ها؟ واذا كمان اللون تحت شفونك باهي فمعك فقر دم. ومن الاعراض كمان الخمول والارهاق والصداع وضيق النفس. 25% من البشر تقريبا معهم فقر دم، او 1,620,000,000 انسان، منهم 43% من الاطفال و 29% من النساء. فقر الدم جاي من انخفاض تركيز الهيموغلوبين بكريات الدم الحمراء، وهالانخفاض سببه نقص الحديد. انت يا سعيد كرجل بحاجة ل 9 ملي جرام من الحديد يوميا، مقابل 16 ملي جرام للنساء و 30 ملي جرام للحوامل، والحوامل معرضات اكتر من غيرهم لفقر الدم. فيكون وزنك زايد ومعك فقر دم. الوزن ما له علاقة، انما لانك ما بتاكل اطعمة غنية بالحديد مثل اللحوم والدجاج والبيض وثمار البحر والعدس والفول. خليكم مثل الحديد وعساكم دوم بصحة وسعادة.
صحة وسعادة. أسعد الله وأوقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم في الجزء الثاني من حلقتنا اليوم من برنامج صحة وسعادة، والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. في بداية هذه الحلقة مستمعين تحدثنا عن حدث إن شاء الله سوف نشهده بعد قليل في المركز التجاري، وهو إطلاق مشروع دبي وجهة عالمية للسياحة العلاجية. هذا الحدث برعاية وحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، والذي سينطلق إن شاء الله لنشهد مشروع طموح نستهدف من خلاله استقطاب أكثر من 500 ألف سائح علاجي بحلول عام 2020. المشروع يعد أحد المشاريع المهمة المستحدثة في هيئة الصحة بدبي، والذي تعول عليه الهيئة كثيرا في إجراء التحولات النوعية المطلوبة في القطاع الصحي بدبي، لا سيما ما يتصل بذلك من تنويع فرص الاستثمار في هذا القطاع الحيوي والوصول مستمعين بالخدمات الصحية إلى أعلى درجات الجودة، ومن ثم تمييز دبي بتجربة استشفاء صحية عالمية. حول هذا المشروع نحن عندنا العديد من المداخلات، من أبداها مع الدكتورة ليلى المرزوقي مدير إدارة التنظيم الصحي بهيئة الصحة في دبي. حياك الله معانا دكتورة. السلام عليكم، صبحكم الله بالخير. هلا محمود. بالنور والسرور دكتورة. أنا هذا المشروع مشروع وطني، مشروع متميز، هنالك الجهود الكبيرة التي قمتم فيها في الفترة الماضية. نحن ذكرنا أنكم أنتم تستهدفون 500 ألف سائح علاجي بحلول 2020، لكن الأرقام اللي أنتوا وصلتوا لها هي أرقام يعني كبيرة، أتصور أكثر من 500 ألف إن شاء الله وقبل 2020. فخلينا أول شيء ناخذ المشروع هذا بشكل عام، شو اللي بيصير اليوم؟ أول شيء مشكورين على الاستضافة أخوي محمود، والحمد لله إحنا اليوم نفخر إيش نقول، نقدم منتج صحي مميز الحمد لله بجهود الجميع الجبارة. احنا اليوم عندنا استراتيجية واضحة لهيئة الصحة، نطمح ان احنا نحقق مجتمع آمن وسليم وصحي. هذا الشيء احنا نعمل عليه برؤية واقعية صحيحة، وخطوات الحمد لله بدينا في اتخاذها من البدايات. فاحنا اليوم صحيح كلامك أخوي محمود، إن فعلا فاقت توقعات وفاقت حتى الأرقام اللي إحنا كنا حاطينها في البداية للاستراتيجية. فإحنا اليوم كمجموع السواح العلاجيين اللي وصلوا للإمارة، سواء السواح الدوليين أو السواح المحليين اللي طبعا هم خارج حدود إمارة دبي، وصلنا إلى حدود الـ 450 إلى 500 ألف سائح علاجي. لكن إحنا اليوم نقول خطتنا طموحة أنها بحلول 2020 يكون عندنا 500,000 سائح علاجي دولي يجينا الإمارة سنويا بإذن الله تعالى. اليوم عندنا مقومات بنية تحتية قوية، سواء كان في دبي بشكل عام أو في المنظومة الصحية بشكل خاص. عندنا تراخيص الأطباء، تراخيص المستشفيات على أعلى المعايير العالمية، وكذلك إحنا عندنا الدولة فيها حوالي 80% من إمارة دبي منشآتها الصحية معتمدة دوليا. اليوم إحنا عندنا 110 جنسية في القطاع الصحي يتكلمون ويرحبون بالمريض بلغته، نقدر من خلال حتى القوائم الغذائية نحن نقدم حتى الغذاء الخاص بالجنسيات المختلفة في مستشفياتنا. وكذلك اللي اليوم إن شاء الله بيتم إطلاقه بإذن الله تعالى هو الموقع الإلكتروني، وكذلك الأمور الإلكترونية المصاحبة اللي تسهل للسائح العلاجي عملية الوصول للمعلومة، وكذلك سلاسة الإجراءات حتى أنه يقدر يتمكن يجينا هني للسياحة يستمتع بوجوده في دبي، وكذلك تستمر العملية إلى ما بعد العلاج وما بعد فقط تلقي الرعاية الصحية.
جميل دكتورة، يعني في البداية نحن ما نتكلم عن المقومات التي تتميز بها إمارة دبي من رؤية القيادة في الإيمان في الفرد وأيضا فرق التدريب وصقل المواهب، القيادات الشابة واستكشافها، توفير بيئة مناسبة للجميع ومعايير واضحة ومكافأة الإنجازات التي كل هذه المقومات تساهم في تعزيز مقومات التنافسية. يا ترى أين نجد دبي على الخارطة الصحية العالمية؟ والله أخوي محمود بالنسبة لهالموضوع إحنا قبل حوالي سنة ونصف وصلنا معلومة إن إحنا على الموقع كمدينة دبي على مؤشر السياحة العلاجي الدولي إحنا نقع على رقم 17. والحقيقة هذا فخر لنا إن كل القائمة حتى فيها دول إلا مدينة دبي واقعة على هذا المؤشر، فهذا شيء إحنا نفخر فيه. وإحنا اليوم نعمل بشكل دؤوب أن نحقق مركز متقدم ثاني على هذا المؤشر بإذن الله تعالى، فإحنا أملنا أن إحنا نكون في المنطقة رقم واحد في الشرق الأوسط، وأن إحنا نحقق معيار أعلى على هذا المؤشر العالمي اللي إن شاء الله سيتم الإعلان عنه بشكل قريب إن شاء الله. طيب شو هي الخطوات اللي أنتم تسعون لها لتعزيز القدرة التنافسية في إمارة دبي؟ والله محمود التكامل الأدوار الموجود في ما بين الهيئات في إمارة دبي هذا شيء يميز دبي. عندنا 31 مستشفى في دبي، 25 منها في القطاع الخاص، 4 مستشفيات تتبع هيئة الصحة، وأيضا في مستشفيين أظن لوزارة الصحة. هذا كلام سليم، بالإضافة إلى طبعاً عندنا حوالي 2700 منشأة صحية ما بين عيادات خارجية وعيادات معدة الاختصاص وطبعاً المختبرات الطبية وإلى ما غير ذلك. عندنا 35,000 أخصائي اليوم في الإمارة مرخص ويعمل تحت إشراف هيئة الصحة بدبي. صحيح. عندنا تنوع اللغات، عندنا التعاون مثل ما قلت ما بين الهيئات المختلفة، عندنا اليوم تأشيرة الدخول للسائح العلاجي لمدة 90 يوم ويقدر يجددها بعد، وهذا الحصول عليها بشكل سهل وسلس. عندنا تعاون مع حتى طيران الإمارات بالنسبة للباقات العلاجية، عندنا الباقات العلاجية بعد بأسعار مدروسة وبطريقة شفافة تقدم للمريض، فما في مفاجآت للمريض يومي للإمارة. إذن عندنا تضافر للجهود كلها تؤدي إلى أن إن شاء الله نقدم هذا المنتوج الصحي المميز. صحيح دكتورتي، في تصريح سابق ذكرت أن في كل 36 ساعة منشأة صحية جديدة في إمارة دبي، يعني على شو يدل هذا التصريح؟ هذا إذا دل على شيء دل على جاذبية المناخ الاستثماري في الإمارة. صحيح. على وضوح المعايير والأنظمة، على سهولة الإجراءات اللي تجذب المستثمرين وكذلك الأطباء والاختصاصيين إنهم يجون للإمارة حتى إنهم يعيشون فيها، يدل على جاذبية دبي كمدينة تجذب الجميع للحياة فيها لأنها تتمتع بالأمن وأكيد تقدم بيئة سعيدة لكل من يعيش فيها. جميل دكتورة، اليوم خلينا نركز على الموضوع مع إطلاق الحزمة الإلكترونية، شو اللي بيكون موجود أو متاح للعملاء؟ والله أخوي محمود حين كان يتفضل الموضوع شوية لين يتم الإطلاق. شفتي أنا يا سحبت في الكلام، سحبت وتكلمت على وايد أشياء بس عشان أوصل حق هاي النقطة، لكن معك حق، لا نحن بنحاول قدر الإمكان أن نسلط الضوء بإذن الله. يوم الثلاثاء تكوني معنا في الاستوديو مثل ما وعدتينا على الهواء حين ناخذ معات موعد وما نطرح هذا الموضوع بشكل مفصل دكتورة، كل التفاصيل الخاصة بالسياحة العلاجية، لأن للأمانة يعني قبل كنا نحن نسافر برا عشان نتلقى العلاج حتى في أمراض يعني بسيطة، اليوم لا، اليوم اللي موجودين خارج إمارة دبي قاعدين يونا في إمارة دبي على أساس أن يتلقون العلاج. ليش؟ لأن هنالك ثقة في جودة الخدمات اللي موجودة عندنا، في التميز أيضا في الكادر الطبي اللي يعمل في إمارة دبي بشكل عام،
وهنالك أيضا ما أخفي دور الرقابة دكتورة، وأنتم تقومون بدور كبير في مجال الرقابة كإدارة التنظيم الصحي. دور الرقابة وكذلك دور الحوكمة الطبية أيضا. صحيح. إحنا نعطي للمريض بعد هالضمان إن إحنا وياه، إن ما إذا عنده أي نوع من الشكوى أو أي نوع من عدم راحة البال إنه هو عنده مكان يقدر يتوجه له. إحنا عطينا المريض اليوم رقم التواصل المجاني لهيئة الصحة بدبي 24 ساعة، إحنا موجودين في خدمته. فإحنا مثل ما أنت تفضلت كإدارة تنظيم صحي وهيئة الصحة بدبي، هالخطة اللي عندنا الخطة الطموحة هي لحتى أن إحنا طبعا نكون موجهين كل الطاقات لخدمة القطاع الصحي والرعاية الصحية في الإمارة بإذن الله تعالى. جميل دكتورة، أنتوا أيضا سويتوا لجنة خاصة للسياحة العلاجية، أو ما أتذكر هل هي لجنة أو جمعية أو شغلة تضم القطاع الخاص معاكم، أعضاء من ممثلي المنشآت الصحية في القطاع الطبي الخاص بدبي لدعم استراتيجية السياحة العلاجية. خلينا نتعرف على هذه اللجنة أو هذا الفريق، شو اللي يسوي بالضبط؟ محمود، احنا اول ما تم الموافقه من قبل صاحب السمو الشيخ حمدان بن محمد على الاستراتيجيه في ابريل 2014، يعني توجه القياده عندنا في الهيئه الصحه كان ان لازم اشراك القطاع الخاص. فاحنا قمنا اول خطوه كانت هي عباره عن استبيان لمعرفه نقاط القوه الموجوده في منشآتنا الصحية المختلفة، وكذلك وجود المقومات الخاصة بالسياحة العلاجية من ناحية وجود مترجمين، من ناحية وجود بيئة تحتية مناسبة، إن السائح العلاجي يومي تنوع اللغات الموجودة في المستشفى وما إلى ذلك. فهذا الاستفتاء أو هذا الاستبيان الأسفل سويناه على جميع المنشآت الصحية اللي إحنا في يعني شفنا أنها هي عندها الرغبة أنها تقدم هذا البرنامج، ومن ثم تم اختيار 25 منشأة صحية من ضمنهم 11 مستشفى والباقيين هم عيادات متعددة الاختصاص وعيادات ومراكز جراحة اليوم الواحد. أسسنا ما سميناه بنادي السياحة العلاجية، وهذا النادي يضم المدراء التنفيذيين ومدراء الطبيين لهذه المنشآت، نجتمع مرة كل شهر. وهدفنا هو مراجعة الخطط والاستراتيجيات، وضع خطط تجارية والأسواق المستهدفة اللي إحنا نبغاها، وكذلك التخصصات اللي تم تفعيلها في المرحلة الأولى للاستراتيجية اللي هي كانت 7 تخصصات، هذه كلها تم اختيارها بعناية بالتعاون مع ما يدعى بمجموعة السياحة العلاجية أو نادي السياحة العلاجية. جميل، نحن نتمنى لكم التوفيق دكتورة ليلى المرزوقي مدير إدارة التنظيم الصحي في هيئة الصحة بدبي، وشاكرين لك هذه المداخلة. أدري أنك أنت في موقع الحدث وعندك الرفش اللي موجود هناك، لكن نحن نتمنى لكم التوفيق، و يعني إن شاء الله تكونون يعني نكون نحن في إمارة دبي ضمن أعلى الوجهات العالمية، ما بقول الأولى يعني بقول العشر الأولى حاليا مبدئيا يعني كوجهات عالمية للسياحة العلاجية بإذن الله تعالى. أخوي محمود، وطبعا كلنا أمل وكلنا تفاؤل في فريق العمل القائم على المشروع، وكذلك رؤية القيادة الموجودة في هيئة الصحة المستلهمة من القيادة الرشيدة. صحيح. في إمارتنا الحبيبة. مشكورين محمود على الاستضافة، وأشكر المستمعين على وقتهم معك. شكرا جزيلا، حياك الله. شكرا للدكتورة ليلى المرزوقي. مستمعين، نحن متواصل معاكم، وأيضا كذلك ما ندخل أو ما نحصل مداخلات أكثر حول هذا الموضوع من بعد ما نتوقف مع فاصل قصير، ومن ثم ما أرجع لكم. صحة وسعادة.
أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في الجزء الأخير من برنامجكم صحة وسعادة. قبل الفاصل كنا قد توقفنا مع الدكتورة ليلى المرزوقي حول موضوع مهم جدا، وهو تدشين أو إطلاق مشروع دبي وجهة عالمية للسياحة العلاجية. هذا المشروع يعني الذي يقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، ومباركة سموه يعني تتطلع هيئة الصحة بدبي مع إطلاق مشروعها هذا لجعل مدينة دبي الوجهة العالمية المفضلة للسياحة العلاجية، وذلك استنادا لمكانة الإمارة العالمية وريادتها واستحقاقاتها في المراكز الأولى إن شاء الله. يعني من خلال هذا المشروع اللي انطلق بالتعاون المثمر ما بين هيئة الصحة بدبي ومجموعة من الشركاء الاستراتيجيين للهيئة، في مقدمتهم طيران الإمارات، دائرة السياحة والتسويق التجاري، الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، ومؤسسات القطاع الخاص ذات الصلة، ما أبغي يعني أنسى حد، أنا أذكر بعضهم وأنسى حد، لكن أيضا نحن منسلط الضوء أكثر على المنظور الشامل لمجال السياحة العلاجية من خلال استضافتنا عبر الهاتف الدكتور أحمد بن كلبان المدير التنفيذي لقطاع المستشفيات في هيئة الصحة بدبي. حياك الله معانا دكتور، سامحنا أخرناك شوية. الله يحييك يا مرحبا، كيف الحال؟ الله يسلمك دكتور. اليوم نتحدث عن موضوع من المواضيع المهمة والتي تعد نقلة نوعية في الخدمات الصحية التي تقدم في هذه الإمارة العالمية، إمارة دبي. يا ترى من وجهة نظرك دكتور على ماذا يجب أن نركز للوصول إلى المراكز الأولى في خارطة السياحة العلاجية العالمية؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. نحن سعداء جدا اليوم إن شاء الله بإطلاقة سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم ولي عهد دبي للمنظومة، منظومة دبي وجهة عالمية إن شاء الله للسياحة العلاجية، لتتبوأ دبي إن شاء الله مكانة متميزة على الخارطة الصحية العالمية كوجهة عالمية مثل ما ذكرته، يعني إن شاء الله من ضمن العشر الأوائل في الجهات المتميزة السياحية. هيئة الصحة بدأت هذا المشروع فترة، يعني ما شاء الله من فترة طويلة، وخطت خطوات كبيرة ومتسارعة لوضع استراتيجية متكاملة إن شاء الله، والإدارة المتخصصة مثل ما ذكرنا إدارة الترخيص الطبي والتنظيم الطبي في هيئة الصحة. نحن داخليا يعني مستشفياتنا الحمد لله أكثر من 4 مستشفيات حققت يعني الاعتمادية الدولية، بالإضافة إلى المراكز المتخصصة عدد كبير منها حققت أيضا المعايير العالمية في التميز. نحن ننظر يعني مو فقط مثلا نتابع بعض المؤشرات الأداء، لا، دائما في متابعة للمؤشرات للمستشفيات الهيئة مقارنة بالمؤشرات العالمية. الحمد لله نحن نتابع الموارد خاصة البشرية، منهم الأطباء والفنيين والتمريض وغيرهم من الإداريين، إنهم يكونون أيضا يعني قد المسؤولية من التميز، من الالتزام بالمعايير الطبية، ونركز أيضا على استقطاب أحسن الخبرات والكفاءات الموجودة سواء في موجودة في الإمارات أو خارج الإمارات، ونحافظ على هذا التميز. ودائما نحن نمد جسورنا يعني في التعاون والتدريب وإحضار المؤتمرات العالمية إلى دبي، وبالإضافة إلى الشراكة أيضا مع القطاع الحكومي والقطاع الخاص بشكل دوري ومستمر. جميل دكتور، أنت ركزت على أمور كثيرة مهمة جدا اللي تسعى لها الهيئة، طبعا ذلك بفضل من رب العالمين في البداية، وأيضا دعم القيادة الرشيدة والخطط الطموحة اللي تم وضعها للارتقاء بالخدمات العلاجية وجعل الدولة منصة عالمية إن شاء الله لتبادل الخبرات والمعرفة في المجالات المختلفة، فضلا عن الاستثمار المستمر واللامحدود حقيقة. وأنا أركز على هذا الموضوع في الإنسان الإماراتي اللي يعد العمود الفقري لتقدم وتطور هذا المجتمع و
ويعني في تطور دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام. دكتور أحمد بن كلبان، ما أدري عندك إضافة أخرى تبغي تضيفها في هذا المجال، ولا يعني نرجعك مرة ثانية على الأحداث اللي موجودة عندك؟ إن شاء الله. مثل ما ذكرنا، هو الاستثمار الأمثل هو بالإنسان وتقويته، يعني بالخبرات والطموح اللي نحن نرتجيه منهم. إن شاء الله دائما نكون سباقين في الابتكارات العلمية والعملية، ودائما الهيئة دائما ما شاء الله سباقة بخطوات كثيرة برصد وتقوية أيضا هذه الكوادر بالخبرات العالمية والأطباء الزائرين. وعندنا ما شاء الله أيضا منظومة متكاملة من الأشياء التقنية الذكية، أيضا هذه عبلة ثقلة كبيرة إن شاء الله في منظومة الخدمات المقدمة في الهيئة. صحيح. وأيضا حنسعى مثل ما ذكرنا إلى مد الجسور، التواصل مع العملاء. صحيح. نحقق مو فقط رضاهم، إن شاء الله نسعى لإسعادهم بتطوير المنظومة وأعطاهم إن شاء الله مواعيد قريبة جدا، فترات القريبة إن شاء الله بيشوفونها على أرض الواقع. ودبي ما شاء الله متميزة بمثل ما قلنا البنية التحتية المتكاملة. صحيح. دكتور تعرف أنا شو أتمنى؟ تعرف شو أتمنى دكتور؟ أتمنى تتم عملية توطين وظيفة التمريض. هذا الحلم اللي أنا أسعى له الصراحة، وأتمناه يكون على أرض الواقع. الحمد لله، والله عندنا عدد جيد يعني من التمريض الإماراتيين، يعني أكثر من 40 إلى 50 الحمد لله موجودين على أرض الواقع في هيئة الصحة، وعندهم أيضا ما شاء الله مناصب قيادية وإدارية بدأوا يبرزون فيها، بالإضافة إلى الأشياء الإشرافية. وتفرح ونفرح يوم نشوف يعني المرأة الإماراتية خذت دورها في هذا المجال الصحي الحيوي الإنساني. صحيح. طيب دكتور أحمد بن كلبان، المدير التنفيذي لقطاع خدمات المستشفيات في هيئة الصحة بدبي، نحن شاكرين لك هذه المداخلة ونتمنى لكم التوفيق. حياكم الله. شكرا جزيلا دكتور. إذن مستمعينا، مثل ما ذكر الدكتور، يعني هنالك خطط طموحة للارتقاء بالخدمات العلاجية، وجعل دبي منصة عالمية لتبادل الخبرات والمعرفة في المجالات اللي المختلفة حقيقة. ونحن هني يعني نركز على المجال الصحي، لأن بالأرقام والإحصائيات ممكن نقول عن مدينة دبي بأنها مدينة طبية متكاملة. طبعا هذا وفق آخر الإحصائيات عندنا في هيئة الصحة في دبي، ضمن الإحصائيات اللي طلعت إن في منشأة صحية جديدة في دبي كل 36 ساعة. هذا رقم كبير، يعني هذا حتى في دول لها باع طويل في المجال الصحي ما عندهم مثل هذه الأرقام. فيعطيهم ألف عافية القائمين على مختلف البرامج والمشاريع الصحية في الإمارة. إذن تسعى الهيئة وبدعم من سمو ولي عهد دبي إلى تحقيق الريادة في قطاع السياحة العلاجية من خلال حزمة رفيعة من التخصصات الطبية، وضمن برامجها تجربة دبي الصحية DXH، وبما يضمن استقطاب أكثر من 500 ألف زائر بحلول 2020. وأقرت الهيئة هوية خاصة بالمشروع وعلامة تجارية تتناسب والوجه الحضاري لإمارة دبي، واللي سوف يتم إطلاقها بعد قليل، لأن الهيئة استحدثت بوابة إلكترونية مدعومة بالوسائل الذكية لتعزيز حركة السياحة العلاجية وتنشيطها. وأيضا كل هذه الأمور بالتعاون مع أكثر من 25 منشأة للرعاية الصحية عالية المستوى. خلونا نروح لموقع الحدث ومنشوف مراسلنا اللي يتواجد هنالك حاليا، الأستاذ يوسف سعد. يا حياك الله يا يوسف، وخبرني شو هي الأجواء المنتظرة لإطلاق هذا المشروع العالمي. صباح الخير محمود، صباح الخير أعزائي المستمعين. أنا دلوقتي محمود متواجد قدام قاعة الشيخ مكتوم في مركز دبي التجاري العالمي. الكل هنا على هبة الاستعداد، الكل في انتظار لحظة مهمة جدا على مستوى القطاع الصحي في دبي وفي المنطقة. الكل في انتظار إطلاق واجهة دبي
للسياحة العلاجية. القاعة هنا مجهزة في مدخلها محمود مجموعة من أهم التطبيقات اللي الهيئة بتتبنى تنفيذها. في مدخل القاعة كمان مجموعة من التوضيحات والمشروعات والمبادرات اللي بتعزز تواجد دبي على خريطة السياحة العلاجية في العالم. المشروع زي ما انت قلت بيستهدف 500,000 سائح علاجي بحلول عام 2020. أحب أنوه برضو محمود للسادة المستمعين أن هيئة الصحة في دبي لما تبنت هذه الفكرة وتبنت تنفيذها معها مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين منهم طيران الإمارات ودائرة السياحة والتسويق التجاري والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب ومجموعة كبيرة من مؤسسات القطاع الصحي الخاص. المشروع كمان محمود بيتوافق مع توجهات الهيئة لإعادة هندسة القطاع الصحي في دبي، بيتوافق مع مرحلة مهمة جدا لتنويع الاستثمارات في المجال الصحي ودوت للاستفادة من البنية التحتية لدبي، للاستفادة من مكانة دبي العالمية. فالمشروع بيمشي بالتوازي مع توسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية بين الهيئة وبين مؤسسات القطاع الصحي الخاص. جميل. يوسف تعطيني فكرة عن الحضور اللي يتواجد في موقع الحضور. الحضور هنا في مجموعة كبيرة الوصلين الحين، مجموعة كبيرة من مسؤولي القطاع الصحي في الهيئة، هيئة الصحة، وزارة الصحة، في أكثر من مؤسسة. حضور كبير مكثف من مؤسسات القطاع الصحي الخاص، مدراء مستشفيات وأصحاب مستشفيات خاصة. جميل. موجود مجموعة كبيرة برضو من المتخصصين، الكل زي ما قلت لك محمود في انتظار هذه اللحظة المهمة جدا لإطلاق هذا المشروع الحيوي الرائد الطموح. في يعني مجموعة من المفاجآت خلال الحفل، في سيميليشن أو محاكاة لوصول السائحين العلاجيين إلى دبي، إزاي بيتم التعامل معهم، إزاي بيتم استقبالهم. تعرف يوسف، يوسف لو تسمعك الدكتورة ليلى الحين أعتقد لأن حاولنا نطلع منها المعلومات ما رضت، فلو تسمعك الحين يمكن أتعصب عليك، ليش قلتوا ليش أعلنتوا قبل لا يعني هي كلام بشكل عام، يعني أنا مش بنقول تفاصيل لأن التفاصيل هي تفاصيل منطلعها إن شاء الله. لكن الحاكي اللي أنا بحكيه محمود هو متعلق بالبوابة نفسها، ببوابة إلكترونية، متعلق بأنك أنت بتيسر كل بتقدم للسائح العلاجي، لأنك أنت في منافسات إقليمية ودولية، فأنت كدبي كمكانة عالمية لدبي في مصاف المدن المتقدمة المتصدرة لها استحقاقاتها في المراكز الأولى، فأنت في منافسة، هذه المنافسة بتحدد مثلا على هيئة الصحة أنها تقدم باقات أفضل سواء من حيث تسهيلات في الوصول إلى دبي، سواء من حيث الخدمات الطبية، سواء من حيث الاستفادة من كل المنشآت الصحية سواء كانت حكومية أو خاصة. هي تجربة السائح سوف يعيشها يعني على كافة المستويات، لأن إمارة دبي للأمانة تمتلك كل المقومات، وهذا الكلام لا نقوله يعني بشكل مبالغ لأن هو واقع، وهو ده العنوان العريض محمود، وهو السر أنك أنت بتستقطب السائح ليعيش تجربة استشفاء مميزة. صحيح. غير موجودة في مدينة من المدن، يعني هي ده العنوان العريض للمشروع. صحيح. يوسف سعد مراسلنا في موقع الحدث، نحن شاكرين لك هذه التغطية، ويا ليت كان عندنا وقت أكثر كنا منتم معاك مع إطلاق الحدث يعني، لكن إن شاء الله القادم من الأيام بتكون لنا تغطيات أكبر لهذا الموضوع. شكرا جزيلا. إذن مستمعينا كانت هذه تغطية مباشرة من أرض الحدث في المركز التجاري، والذي سوف يشهد إن شاء الله بعد قليل إطلاق مشروع دبي وجهة عالمية للسياحة العلاجية. فمشروع ضخم يعني، نقرأ شوية بعض المسجات اللي وصلتنا. تم الاحتفال باليوم العالمي للصحة بمكتبة المنخول العامة بقراءة مجموعة قصص صحتي
مسابقة أعد فطيرة الصحية بيدي. نشكر كل الأطفال ومشاركة أولياء الأمور. خديجة محسن تنفيذي رئيسي أنشطة، وشكرا لبرنامجكم القيم. شكرا جزيلا خديجة، وبالعكس يعني أنا آثرت أني أقرأ هذه الرسالة فقط لأن فيها يعني توعية صحية للأطفال، وهذه من المواضيع المهمة جدا. نرجع لموضوع المشروع اليوم. يعني نحن ذكرنا أن الهيئة استحدثت بوابة إلكترونية مدعومة بالوسائل الذكية لتعزيز حركة السياحة العلاجية وتنشيطها بالتعاون مع أكثر من 25 منشأة للرعاية الصحية عالية المستوى. أيضا من خلال البوابة الإلكترونية مستمعينا بيكون في مقدور السائح العلاجي التعرف إلى باقة الخدمات الصحية المتطورة، ومن بينها جراحات التجميل، جراحة العظام، طب العيون والأسنان، والعلاجات والفحوصات التخصصية، لجانب العمليات الجراحية الدقيقة التي تتميز بها إمارة دبي. فأيضا تستهدف البوابة الإلكترونية أيضا تمكين السائح العلاجي من شراء الباقات العلاجية من المنشآت الصحية بالإمارة، وحجز تذاكر السفر والفنادق، والحصول على تأشيرة السياحة العلاجية، وغيرها من المعلومات السياحية والصحية التي يحتاج إليها السائح لتخطيط رحلته العلاجية والاستفادة من خدماتنا بما يفوق توقعاته، ويحق له يعني تجربة استشفاء، أو يحقق له تجربة استشفاء مميزة. هني بقرأ واحد من المسجات اللي دائما ما توصل من مستمع دائم للبرنامج أبو عبد الله، يقول مبادرة سيدي ولي العهد حفظه الله مبادرة رائعة ومهمة للحفاظ على مكانة دبي، لكن رسالتي للمستشفيات الخاصة هي لا تنظروا للمريض القادم من الخارج على أنه ما بقول إن شو وصفها لزيادة أرباحكم، فقط يجب أن تكون الخدمة المقدمة مساوية بل أكثر لما تأخذونه من مال، وإلا فإنكم ستهدمون أكثر ما تبنون. أبو عبد الله، نحن ذكرنا أثناء سير الحلقة أن العملية هي عملية يعني مدروسة، عملية تخضع لقوانين وأطر، وأعتقد لن يتم السماح لأي شخص بأن يمس مكانة إمارة دبي بأي شكل من الأشكال. فتفائل يا أخي، دائما أقول لك تفائل يا أبو عبد الله، يا أبو عبد الله خلنا نشوف الأمور بنظرة إيجابية دائما. يعني حتى الرسائل اللي دائما يبعثها لنا سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، دائما هي رسائل إيجابية تعزز من الإيجابية، تزرع فينا النظرة الإيجابية. فنحن حقيقة إذا ما كنا ننظر للأمور بإيجابية ما كنا وصلنا إلى هذه المكانة العالمية اليوم. إذا ما نتكلم عن إمارة دبي فنحن في مصاف الدول المتقدمة، في مصاف الأمور اللي حقيقة نفخر بها كمواطنين لدولة الإمارات. فالله يوفقنا إن شاء الله، والله يعز من مقدار هذه الدولة، وإن شاء الله يا رب من تقدم إلى تقدم. ونحن وصلنا معكم مستمعينا إلى نهاية حلقتنا اليوم، وغدا إن شاء الله سوف نركز أكثر على التفاصيل الخاصة بإطلاق هذا المشروع العالمي، مشروع دبي وجهة عالمية للسياحة العلاجية. بنخبركم التفاصيل، وبتكون لنا إن شاء الله خلال هذا الأسبوع وقفة مع ملف طبي عن هذا الموضوع. فحتى نلقاكم إن شاء الله في الغد، و حلقة جديدة متميزة فيها العديد من الأخبار. تقبلوا في البداية تحيات مخرجنا خالد محمد، وأيضا كانت معنا في التنسيق الأخت أشواق مسعد، وفي الإعداد فريق قسم الإعلام. وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي، وفي الختام نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة
صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.